إذن فيروز سيدة الطرب العربي تخطو في الثمانين من عمرها مجللة بغار الفن الراقي والأغنية التي تخطت حدود مخاطبة الأذن لتلامس روح الإنسان في أعماقها الإنسانية والفكرية والأخلاقية. عتبت الثمانين سنة والإجماع حول فرادتها يزداد وينمو، تعكسه دهشة عشاقها في لبنان وبلاد العرب ومساحات واسعة من العالم كلما غنت. يا قدس يا قدس يا قدس. وهي حين غنت القدس وفلسطين والعروبة نقلت الإنسان العربي إلى مستوى فريد من الانسجام والتوحد مع قضاياه. مطربة استثنائية من الزمن الجميل علمت بصوتها كيف يكون الحب رحلة عميقة في النفس البشرية. وقفت على خشبة المسرح لتقود بحضورها ووهجها وصوتها مسرحيات سجلت في تاريخ الأعمال الفنية الخالدة. جربت السينما في فيلم سفر برلك وجالت على أشهر المسارح العالمية وحظيت باستقبالات تاريخية ونقد فني رفعها إلى مستوى عمالقة العالم. المثير والمدهش في هذه المطربة العالمية القادمة من أحياء بيروت هو الإجماع والالتفاف حول شخصيتها وصوتها وفنها والتزامها بما حولها إلى أيقونة تزين بيوت اللبنانيين والعرب، حيث يندر أن يمر صباح من غير أن يتناهى صوتها من شرفات البيوت.